في عناوين نشرة الليلة، دمشق تؤكد لقاء مملوك عبد الله في السعودية، والملك إلى روسيا في الخليج. القوميون حكاية انشقاق في حزب الحزبين. فنحن عم نتجه باتجاه أنطون سعادة اللي كتير ناس ابتعدوا عنه. قتل ابنه على أفضلية عقار. هو بيو في عنده جريمة سابقة. أجلان عاد ليضرب بيد من نار. وفي النشرة، المهرجانات في لبنان بدل عن وطن ضائع. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. وضعت دمشق دمغة تأكيد غير رسمية على لقاء جمع لواءها علي مملوك بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض بوسيلة نقل روسية، وبوساطة قادها فلاديمير بوتين شخصيا بعد اجتماع حزيران الشهير مع أركان النظام في موسكو. ويبدو أن للحديث صلة على مستوى ملكي، إذ أعلن عن زيارة سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان إلى روسيا في الخريف المقبل، فيما أركان استخبارات البلدين ينسقان المرحلة في لقاءات دورية يدخل على نقاشها مدير الإدارة العامة للاستخبارات السورية. قد لا تنضج صورة الشبكة الثلاثية السعودية السورية الروسية في الآتي من الأيام، لكنها تؤشر لقناعة دولية إقليمية بأن إسقاط النظام لم يعد يعول عليه بتسليح الإرهاب وتدريبه ورفده بالمسلحين من الخارج، ولا بحركات بهلوانية تقوم بها الإدارة الأمريكية عندما تقرر أن تسلح وتدرب 54 عنصرا من المعارضة المعتدلة، فتسارع النصرة إلى استضافتهم وخطفهم من أعزاز قبل أن يدخلوا معسكرات التدريب في تركيا. البنتاغون الذي نفى أنباء الخطف واجهته النصرة بشريط فيديو يؤكد أن الجماعة أصبحوا يتدربون خير تدريب على أصول القتال وعلى الطريقة الشرعية المزعومة. الأمريكيون كذبوا، والأتراك يتسابقون في مباريات عالمية للتضليل، فالمعسكرات التي كانت ستأوي هؤلاء العناصر تبين أنها موجودة على الأراضي التركية بحسب شريط النصرة، فيما يمسي إردوغان ويبيت أوغلو على نفي دعم الإرهاب واعتباره سبباً وليس نتيجة. لكن تاريخ السنوات الخمس من عمر الأزمة السورية يقول خلاف ذلك، ويؤكد أن الباب العالي كان على علو منخفض جداً مع الإرهاب، وسمح له بالتسلل والعبور إلى سوريا بعد تأهيله في المعسكرات التركية، وأن أنقرة سحبت واشنطن اليوم إلى تغطية حربها ضد الدولة الإسلامية، لكن هذه الحرب جاءت بصفر خسائر في صفوف داعش، ومن يتلقى الضربات هم الأكراد أعداء إردوغان الأوائل. ومع حرب النظام التركي على حزب العمال الكردستاني تتشعب الصورة بين عدو وصديق، فأنقرة باتت تصنف أنها ضد داعش افتراضيا وعدو الأكراد عمليا، إيران ضد داعش ومع الأكراد، العراق الشيعي عدوا للدولة الإسلامية بقيادة إيرانية، والعراق السني ضد داعش بقيادة سعودية، النظام السوري ضد الأتراك وداعش معا، الأردن طلب منه أوباما الدخول في حرب بوجه الدولة الإسلامية، لكن الملك يخشى نتائجها داخليا ويتفادى السيطرة على مناطق لعزل السنة لأنه سيدخل في حرب لا يعرف من هو عدوها، والجميع يخوض حروبا بالنيابة عن أمريكا التي تنتظر المنتصر للوقوف معه في النهاية،
أما إسرائيل فتلعب دور المؤثر الأكبر على القوى الإسلامية وتتخذ صفة العراب لهذه القوى من العراق إلى سوريا. صراع مديد تستثمره أوروبا بالسباق على قطف الثمار الإيرانية، وكله يحجز مقعدا له على أول طائرة إلى طهران ولو على الدرجة الثانية. وفي ظرف استثماري كهذا كان على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن يصبح أول دفعته في الدوران السياسي متفوقا على النائب اللبناني وليد جملاط. فهولاند وفي أسرع تحول من نوعه لن تخفو له عين قبل أن يرى الرئيس حسن روحاني سائحا في الشانزليزيه معولا على رحلة رد الإجر إلى إيران. وبما أن المشهد صعب ومعونا ننتقل إلى عالم مغاير من حيث يظهر لبنان بوجهه المشرق إلى شادي خليفة وجولة على عدد من المهرجانات خلال الأيام السابقة. مساء الخير شادي. مساء الخير سمر. كثير مبسوطة اليوم لأنه قد ما في بلاوي بالنشرة خلينا نعطي الناس جرعة إيجابية قبل ما نرجع على أخبارنا مش كتير حلوة ومش كتير بتفرح ومش كتير بتفرجي وجه لبنان الحضاري. تفضل. مزبوط، يعني مثل ما في سلبيات في إيجابيات، مثل ما في موت في حياة وفي رغبة بالحياة، ومثل ما في أمور بشعة عم نشوفها بالأخبار وعلى الشارع كمان بلبنان في أشياء كتير إيجابية حلوة لازم نصلت عليها الضوء. فرح نتبع سوا. بلد الانفصام أو بلد الحياة. ما في شك بكل شيء في. تفضل شادي. من كل شيء. إذا لبنان فعلا غير مع المهرجانات التي تعم مناطقه، والبداية مع أسطورة الغناء شارل أزنافور الذي أضاء سماء مهرجان البترون وسط حضور فاق 5000 شخص. افتتح الفنان العالمي شارل أزنافور مهرجانات البترون ناثراً على الحاضرين سحره، آسراً قلوبهم وعقولهم. وقبل يوم من حفله التقى شارل أزنافور في فندق الفور سيزن في بيروت عدداً من الصحفيين، والفنان البالغ من العمر 92 عاماً لم يخجل من الاعتراف بأنه يستعين بشاشة عليها كلمات أغنياته، وقال: أنا الوحيد في العالم الذي يعترف بهذه الحقيقة باعتبار فنانين كثر يعتمدونها لكن من دون الإفصاح عن ذلك. وأضاف: زيارتي الأولى إلى لبنان كانت منذ 60 عاماً، والآن لا أسمع ولا أرى، وكثيراً ما تخونني الذاكرة. أزنافور قدم أمسية استمرت نحو ساعتين غنى فيها ألبومه الجديد للمرة الأولى وقديمه الرائع، وفاق عدد الحاضرين 5400 شخص، فكانت ليلة من العمر. ومن البترون إلى أهدن، ومهرجان أهدنيات الدولي الذي انطلق بليال جمعت الأصالة بالحداثة، زياد الرحباني، جلوريا جينر، واحتفال خاص بعيد الجيش اللبناني والذكرى 70 لتأسيس منظمة اليونسكو، والأجواء الجميلة في التقرير التالي. ثلاث ليال مليئة بالسحر والفرح والأمل ضمن مهرجان أهدنيات الدولي، حضور ملأ المسرح ونوستالجيا استثنائية ضمن مهرجان يجمع الأصالة والحداثة. وكانت الحفلات الماضية بحضور رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجية وعقيلته رئيسة المهرجان السيدة ريما فرنجية. و
وكان قد أحيا الفنان زياد الرحباني مع فرقته يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا تخلله وصلات كلام زيادية. أما ثاني الليالي فتربعت على عرشها ملكة الديسكو غلوريا جينر التي ألهبت مسرح إهدنيات وجعلت الجمهور يرقص ويغني بمختلف فئاته العمرية. وقدمت في الحفل أروع أغنياتها من I Will Survive, Can't Take My Eyes Off You و First Be A Woman التي أهدتها إلى السيدة ريما فرنجي فغنى الحضور معها. وكررت مرارا عبارة أنا بحبك يا لبنان. وبالأمس كان العيد عيدين, احتفال بعيد الجيش اللبناني والذكرى 70 لتأسيس منظمة اليونسكو بحضور شخصيات دينية وسياسية ودبلوماسية. وغنت في الحفل الفنانة جاهدة وهبي إضافة إلى كورال الفيحاء. الدنيا مسبحة التلج يا جيش لبنان, يا شرف لبنان, تضحية أنوار, كلنا 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 إلك. ومن إهدن إلى بشري, حيث أعيد إحياء مهرجان الأرز الدولي بعد غيابه 50 عاما بشكل قصري بحضور شخصيات سياسية تقدمهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع التي أعادت المهرجان إلى الخارطة هذا العام. وكانت البداية أمس مع المؤلف الموسيقي ميشيل فاضل وإليسا ووائل كفوري. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في هواه. ومن الأرز إلى بعلبك, حيث كرم الفنان عبد الحليم كراكلة في منزله ضيوف مهرجان بعلبك الدولي قبل الافتتاح الرسمي. وحضر التكريم شخصيات سياسية بارزة, وأكد السياسيون أن هذا اللقاء الجامع هو دليل إضافي على استعادة بعلبك عافيتها بعودة المهرجانات وأيام العز. والحضور الرسمي والشعبي يعطي صورة حضارية للمدينة ويفتح فيها باب الحياة. نحن البعلبكية منقول لهم للعالم أهلا وسهلا فيكم, نحن منحطكم بقلوبنا ومنحميكم وما حدا يخاف يجي على بعلبك لأنه هاد ما يعني هيدي كانت بالفعل أجواء لبنان, أجواء بيروت يلي نقلناها للمشاهدين. نحن فعلك عندي سؤال بمهرجان الأرز, تكتفوا مايك شادي صح المدرج يلي عاملين عليه المهرجان دخلك مش هيدا هو ذاته المدرج اللي عملوا عليه مشكل من فترة لما كان عم بيتم عليه عرس نجل السيد جبران طه؟ يعني بدي أطلب منك ما تفوتيني بالمتاهات السياسية, خليني بالأجواء الحلوة يلي أنا نقلتها للمشاهدين. يعني أنا رح ضل ضمن الأجواء الفنية أجواء المهرجانات, أما الأجواء السياسية سواء كان هيدا الموضوع أو غيره راح نتابعهم معك. على أي حال بدي أشكرك كتير شادي خليفة على هالجولة, وللأسف نحن بدنا نكمل النشرة ونبلش بأخبار للأسف يعني من إكستريم يعني. شكرا لك شادي خليفة. Thank you سمر. عودة إلى صورة لبنان للأسف ومآسيه, قتل ابنه عن سابق إصرار وعقار في بلدة حرار.
في عكار استفاقت بلدة حرار صباح الأحد على خبر مقتل ناجي عبد الرحمن البالغ 30 عاماً على يد والده الذي قام بإطلاق النار عليه من مسدس حربي فأرداه قتيلاً. وفي التفاصيل أن ناجي عاد صباح السبت من السعودية فقام بزيارة خاطفة إلى منزل خطيبته في منطقة المنيا قبل أن يقصد منزل العائلة في حرار، حيث ما لبث أن نشب شجار بينه وبين والده حول أموال وعقارات، فما كان من الأخير سوى أن أخرج مسدسه وأصاب ابنه بطلقين في ظهره، فهرب ناجي من النيران ولجأ إلى منزل الجيران، لكن قواه خانته فتعثر وسقط أرضا، فأقدم الوالد على إطلاق رصاصتين على رأسه فقتل من فوره. الأسباب مجهولة لحد هلا، شو السبب؟ ولا أول مرة بصير عنا يعني بمنطقة هيك وضع هيك إجرام يعني. هو بيو في عنده جريمة سابقة بس صاروا فترة طالع منها يعني قضى مسجونيته وابنه مبارح وصل أشي الأسباب يعني المزبوطة ما مبيني هلا. وقد شيعت البلدة ابنها ناجي إلى مثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والأسى. حزب الأمة يخرج من رحم الحزب السوري القومي الاجتماعي. رامز القاضي يستعرض في هذا التقرير أبرز الانشقاقات التاريخية داخل الحزب. كأس الانشقاق يكاد لا يبتعد عن الحزب السوري القومي الاجتماعي حتى يعود ويتجرعه. هذه المجموعة الجديدة من القوميين من بينها عدد من الأمناء وهي رتبة حزبية لقدام الأعضاء ممن ناضلوا في صفوف الحزب أعلنت عن تشكيل حزب جديد هو حزب الأمة يستنبط أفكار أنطون سعادي مؤسس الحزب القومي ولكن بإطار وشعار مختلفين. هي المرة الأولى التي يذهب فيها من يختلف مع قيادة الحزب سابقا وحاضرا إلى حد إعطاء صفة الحزب الجديد لحركته. نحن اليوم ذاهبين إلى الأمة، ذاهبين إلى المجتمع وليس العكس، فنحن عم نتجه باتجاه أنطون سعادة اللي كتير ناس ابتعدوا عنه إن كان بالمجتمع أم إن كان بالأحزاب. ليش مش نفس الأسم؟ لأنه نحن مش منع على استعداد أنه نجي نفوت بسجالات، ولا هو الموضوع موضوع سجالات، ولا يستهدف لا أي من الأحزاب القومية القائمة على الأرض الأمة إن كان في هناك حزب سوري قومي اجتماعي في الجمهورية العربية السورية، هناك حزب سوري قومي اجتماعي في لبنان، وهناك انشقاقات داخل الحزب القومي. نحن لسنا انشقاقا في الحزب القومي ولا يمكن لنا أن نكون انشقاق في الحزب القومي. بالوقت التي تبتعد فيه العالم عن أنطون سعادة نحن نذهب باتجاه أنطون سعادة. يضيف رضوان رزق أحد المؤسسين أن عددا لا بأس به من القوميين والعلمانيين ينضوون تحت راية هذا الحزب وهو ليس في مواجهة الحزب القومي بشقيه في لبنان وسوريا. لا، غيرنا الاسم والجوهر مش بس الاسم. أنطون سعادة لم يقدم بالشكل العلماني المباشر ولم يطرح بالشكل العلماني المباشر، أصبحت العلمانية خجولة والطرح طرح خجول ومساير لمصالح الطوائف والمذاهب والإقطاع السياسي والإقطاع المالي والإقطاع الديني وكل أشكاله. الحزب الفكر سعادة هو فكر مقاوم وليس مهادن، فكر مقاوم وليس مساير ولا 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 يتنازل عن 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 كل قيم المواطنة بكل أشكالها، إن كانت على مستوى الإقطاع أو على مستوى الدين أو على مستوى السياسي. الحزب القومي برئاسة النائب أسعد حردان تعتبر مصادره أن هذه الحركة لا ترقى إلى ما يسمى انشقاق عن الحزب، بل مجرد رغبة لدى بعض المبتعدين عنه بإيجاد حيثية ودور مفقود. وبالعودة إلى تاريخ الانشقاقات الوازنة والتي قسمت الحزب إلى حزبين إما بفعل أحداث كبيرة أو خلافات حزبية داخلية، نرى أنها ظاهرة فرضت نفسها على الحزب الذي يستهدف الوحدة الجغرافية والاجتماعية لسوريا الكبرى أو كما يسميها الهلال الخصيب. أولى هذه الانقسامات حصلت عام 55 مع اغتيال نائب رئيس الأركان في الجيش السوري عدنان المالكي واتهام القوميين،
وبنتيجته قاد جورج عبد المسيح فصيلا يحمل نفس اسم الحزب جناح الانتفاضة، ولا يزال ناشطا حتى الآن لا سيما في سوريا، وهو برئاسة وزير المصالحة السورية علي حيدر. أما الانشقاق الأبرز الآخر الذي ترك أثاره سنين طويلة على الحزب هو الذي حصل نتيجة الحرب اللبنانية بفعل الصراع بين حافظ الأسد وياسر عرفات على النفوذ داخل الحزب، فانقسم بين طوارئ ومجلس أعلى إلى أن توحد عام 98. الانشقاق القسري الأخير جاء نتيجة الإصلاحات التي حصلت في سوريا استجابة لحراك عام 2011 وقانون الأحزاب الجديد الذي ألزم الأحزاب السورية ألا يكون للحزب الذي يطلب ترخيصا فروعا خارج البلاد وأن يكون جميع أعضائه سوريين. وبالتالي عاد حزب سعادة إلى حزبين بعقيدة واحدة، وإن لا تعتبره القيادتان في بيروت ودمشق انشقاقا إنما انفصالا تنظيميا ودستوريا. في النهاية قد يكون صحيحا وقد لا يكون أن هذه الانشقاقات لا تعد كونها زوبعة في فنجان، لكن الأكيد أن محركات الزوبعة بحاجة إلى دم الجيل الجديد يقود الأمة إلى النهضة المرتجاة في ظل الظلامية المستشرية، هكذا يقول قوميون كثر خارج كل هذه الأطر. رامز القاضي، قناة الجديد. دمشق تؤكد السينسين تبعث من جديد. بعد أكثر من 4 أعوام على القطيعة بين السينسين، يبدو أن الروس نجحوا في إعادة وصل الحرفين والبلدين من جديد. فبعد اللقاء الذي جمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حزيران الماضي، بدأت أخبار بالتداول عن لقاء جرى التحضير له بإعازة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصية سورية رفيعة المستوى ومحمد بن سلمان. نشرت جريدة السفير في عددها الصادر الأسبوع الماضي مقالا بعنوان قناة اتصال سعودية مع سوريا عبر المملوك. يروي المقال لكاتبه محمد بلوط أنه في 29 من حزيران، أي بعد 10 أيام من لقاء بوتين سلمان، التقى الرئيس الروسي كلا من وليد المعلم وبثينة شعبان وفيصل المقداد، طارحا فكرة إقامة تحالف ضد الإرهاب يجمع لا أقل أو أكثر سوريا والسعودية وتركيا والأردن، فكرة يبدو أن الرئيس الروسي كان قد عرضها مسبقا على محمد بن سلمان. تم تكليف اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي بمباشرة تلك اللقاءات التي انعقد أولها في موسكو، فيما كلف الملك سلمان بتمثيله في تلك اللقاءات واحدا من رجال الاستخبارات المملكة عمل في الماضي مع اللواء مملوك في مرحلة الانفراج السعودي السوري. بعد أسبوع على مقال السفير، نشرت الأخبار مقالا بعنوان طائرة روسية تنقل مملوك إلى الرياض للقاء محمد بن سلمان. يشرح المقال لكاتبه وفيق قانصو أن الاستخبارات الروسية كلفت بالتواصل مع مملوك لإنضاج فكرة اللقاء. اشترط السعوديون على الروس بأن يكون في الرياض، فلم تبدي دمشق أي ممانعة. وفي غضون أسابيع قليلة حطت طائرة روسية خاصة على متنها نائب رئيس الاستخبارات الروسي في مطار دمشق الدولي، وأقلت مملوك إلى مكتب محمد بن سلمان في العاصمة السعودية، حيث عقد اللقاء في حضور رئيس الاستخبارات السعودية صالح الحميدان. بعد مقال الأخبار، نشر موقع الانتشار المقرب من السوريين خبرا يؤكد فيه حصول اللقاء بين مملوك وبن سلمان. هل صحيح المعلومات اللي تم ذكرها بموقع الانتشار على تأكيد مصدر سوري لحصول زيارة اللواء علي مملوك لمحمد بن سلمان؟ نعم، باستطاعت أن أؤكد ذلك. ويعني لم يسبق لنا في الانتشار أن نشرنا أخبارا كاذبة أو مفبركة. طيب، هل هناك أي معلومات يعني عن ما تم تداوله في هذه الزيارة وإلى ماذا تؤشر يعني؟ شوف، أعتقد أن ما ورد في تقرير وفيق الزميل وفيق قانصو يعني على جانب كبير من الدقة. وما أود أن أشير إليه في هذا الصدد، لأن قبل هذه الزيارة وقبل حتى يعني عفواً وقبل هذه الزيارة كان هناك حديث لافت للسفير الروسي في جريدة السفير، وكان مفاجأة يعني لكل من يتابع هذه التطورات أن يتحدث السفير الروسي عن محاولة إحياء سينسين بوقت تم دفنها منذ وقت قريب. يعني هل التقى اللواء علي مملوك
نعم شخصيات سعوديه اخرى غير ولي العهد محمد بن سلمان؟ لا فعلا ليست لدي معلومات في هذا الموضوع. انا كل ما فعلته انني حاولت ان اتاكد من مسؤول سوري رفيع المستوى قبل ان انشر اي كلام عن ذلك. وهذا الخبر الذي نشر في جريده الاخبار بكل صراحه لم يتسنى لي ان اتاكد الا بعد 48 ساعه على على على, على نشره. تأكيد موقع الانتشار تزامن ومقال نشرته The Sunday Times البريطانية تؤكد بدورها ووفقا لمصدر سوري رفيع المستوى أن لقاء مملوك بن سلمان قد حصل بالفعل في الرياض، وتشير الصحيفة أن الدفع الروسي تجاه عقد اللقاء اعتمد على مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية، أولها تقدير الروس بأن الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية بات منجزا، وهو الأمر الذي سيشكل ضربة للسعودية، إضافة إلى خروج داعش عن سيطرة داعميها وباتت تشكل خطرا عالميا، كما أن العدوان السعودي على اليمن أثبت عجزه على قلب المعادلات. شكل ذلك إشارات كافية للرياض لتستنتج بأن الدعم الأمريكي لم يعد كافيا لوحده، إشارات التقطتها روسيا بسرعة لمحاولة عقد اللقاء المعجزة كما وصف، لقاء قد يؤسس إلى مرحلة جديدة بين البلدين بعد أكثر من 4 سنوات من التهديد والوعيد. وبعد آلاف من القتلى دفنوا تحت التراب، ها هي السين سين تبعث من جديد. أهلا بكم من جديد. قائد العمليات في الجيش اللبناني وفي مداخلة هاتفية مع زميل ملك شريف ضمن برنامج الحدث كشف عن بعض من جوانب المعركة في عرسال قبل عام. أنا بحب أطمن أنه مراكزنا بعرسال هي مراكز فيني أقول بكل تواضع مراكز لا تقهر. هيدي مراكزنا انعملت للدفاع على الخط الأمامي، اليوم للأسف أنه هو خلف الحدود، بس هو الخط الدفاعي اللي هو موجود محل ما فيه متواجدين مسلحين. هيدا الخط اللي كانت العالم كلها عندها شك، وبعد ما زال عندها شك انه عرسال ومعرسال ناس وركب علبك ناس وعدة امور هيدي بيصير فيها من هونيك خروقات. انا ازم انت طلعت وشفت ودعست باجريك على كل مركز بعرسال، على كل مركز باطراف عرسال حتى الاطراف الشرقية، عن انت بمحلات فوق محلات انا بحب طمن العالم فوق، وخاصة اكيد بكون اطمنوا من بعد اللي شفته انت. ونحن بقلك كجيش ماشيين لقدام اكتر واكتر بالدفاع اكتر، بالتحصين اكتر، بالتسليح اكتر، بمعنويات اكتر اكبر. شفنا انه هونيك كان في تهديد بالوضع، طلعنا اللواء الثامن بكامله لفوق، وطلعنا الفوج المجوئة كاحتياط للجبهة فوق. ونحن لو ما يكون عنا بهالجهودية اللي كنا فيها فوق كون اكيد ما كنت عم تعمل حلقتك فوق مثل ما حكينا قبل. لو ما يعني كان عندنا هالجهوزيه اللواء الثامن والفوج المجوال كانوا بالاضافه للوحدات اللي كانت منتشره فوق. طيب يعني كان في اداره للمعركه من قبل المعركه؟ صحيح. سقطت عرسال اليوم من حساباتهم في قراءتكم الميدانيه؟ سقطت عرسال، انا بقول اكيد سقطت، وانا بتمنى انه يجربوا بعد يشوفوا اذا سقطت ولا ما سقطت. أنا بتمنى لأنه أنا أكيد أنه سقطت، وأنا أثق بما يقوم به الجيش فوق، وخليهم يجربوا يعني إذا ما سقطت خليهم يجربوا. في بيروت وفي الذكرى الأولى لاستشهاده على يد الإرهاب في معركة عرسال يوم 2 آب أقيم حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية للعقيد نور الجمل قرب جامع عبد الناصر في الذكرى الأولى لاستشهاده. حفل إزاحة الستار حضره ممثل عن قائد الجيش إضافة إلى وفد عسكري من رفاق الشهيد وحشد من سياسي المنطقة وأبنائها، وقد ألقيت كلمات حية الشهيد وبطولته إلى جانب زملائه في معركة عرسال في مواجهة الإرهاب. البحث مستمر عن الطفل المفقود على شاطئ صيدا، والعائلة لا تستبعد فرضية الخطف.
لليوم الثالث على التوالي تواصلت عمليات البحث عن الطفل مهدي أحمد سلامة البالغ 3 سنوات والذي فقد خلال تواجده مع عائلته على شاطئ مدينة صيدا. وقد وسعت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبحرية الجيش اللبناني وفوج الإطفاء في بلدية صيدا إضافة إلى غطاسين محترفين من نطاق عمليات البحث شمال الشاطئ وفي عرض البحر غربا. وللمرة الأولى منذ بدء عملية البحث تدخلت طوافة تابعة للجيش حيث عملت على مسح المنطقة التي يعتقد أن الطفل قد غرق فيها أو صحبه التيار إليها. إذا حدا أخذ ويقول لي شو بدهم؟ بدهم عيوننا بنعطيهم، بدهم كلاوينا بنعطيهم، بس المهم يرجعوا لي ابني. 3 دقايق اختفى عندهم لا بالبحر إلا يوم أنا بفتش بالماي، أنا ومامو كل أصحابي 50 شاب نزلوا على الأرض. أدبت لها 50 100 150 نزلوا على الأرض، ما حدا لقى شيء بالماي. نزلت أنا بس العمو نزل، مين ما بدك ما نزل إلا فتشوا بين الصخور. عم ندلنا للصبح عم نفتش، وينو؟ بدا شوية وقت عم نقول لك بعدنا مكرر 95% مخطوف الصبي و 75% الصبي غرقان، غير هيك ما بنقدر نعمل شيء. وأكد المصري أن عمليات البحث تتواصل وشدد على بذل العناصر أقصى جهودهم لإيجاد الطفل. قداس لراحة نفس العقيد داني حرب في ذكرى استشهاده السنوية على يد الإرهابيين في عرسال. استشهد المقدم داني حرب الذي رقي إلى رتبة عقيد بعد الاستشهاد في اليوم الثالث من شهر آب قبل سنة من اليوم خلال استهداف ثكنى للواء 8 في الجيش اللبناني قرب مهنية عرسال من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت الهجوم على الثكنى. وفي ذكراها السنوية الأولى أقامت الأسرة بمشاركة الزملاء والأصدقاء والمحبين قداساً لراحة نفس عقيدها الشهيد برعاية قائد الجيش العماد جون قهوجي في كاتدرائية مار جورجس المارونية وسط بيروت. احتفل بالقداس رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر الذي رأى أن لا كرامة من دون سيادة الوطن وأن الجيش وحده حامي هذه السيادة. لا نقبل أن يقتل شهداؤنا مرتين، مرة بالسلاح بالشرف ومرة ثانية عندما نتخلى نحن عن وحدة وطننا وعن محبتنا لهذا الوطن العزيز الغالي. تعالوا نتحد، تعالوا نتعاون، تعالوا نتحاور بصدق وإخلاص من أجل هذا الوطن الذي استشهد من أجله كل شهدائنا الأبرار الأحبة. وللمناسبة وجه ولدي الشهيد ريان ورواد رسالتين إلى والدهما في السماء. أنا وخي رواد منشوف حالنا فيك، ومثل ما أنت كانت عينك سهران على جنودك وعلينا، طلب من يسوع أنه يحمي الجيش اللبناني وكل عسكر والضباط سهرانين على سلامة لبنان. بطلب منك يا عدرا تعطي الإيمان والقوة والصبر للتاتا والماما وكل أمات الشهداء لخسروا ولادهم كرمال لبنان. يذكر أن الشهيد حرب استشهد وزميله العقيد نور الدين الجمل في نفس المكان والزمان. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحيي مولد البطريرك إصطفان دويه في إهدن. إلى إهدن زغرتا توجه البطريرك الماروني بشارة الراعي بدعوة من رعيتها لإحياء ذكرى ولادة البطريرك إصطفان الدويه. وقد حظي الراعي باستقبال شعبي حاشد أمام كنيسة مار ماما الأثرية عند مدخل إهدن الجنوبي قبل أن يتوجه والحشود المواكبة إلى كنيسة مار جورجس حيث ترأس القداس الاحتفالي للمناسبة. نحن مدعوون كلنا لوقفة ضمير أمام مكونات هويتنا ووجداننا التاريخي، فلا يمكن القبول بما نحن عليه اليوم في واقعنا كشعب ماروني من جهة ولبناني من جهة أخرى، وفي واقع مؤسساتنا الدستورية
وعلى رأسها رئاسة الجمهورية المحكوم عليها بالفراغ منذ سنة وشهرين، وبدأنا الشهر الثالث، وبالتالي واقع المجلس النيابي المعطل ومجلس الوزراء المتعثر والمهدد بالتعطيل، وفي واقع المؤسسات العامة وواقع الفلتان والفوضى على كل صعيد. وكان الراعي قد اختتم جولته الرعوية إلى دير الأحمر وسيدة بشوات بتدشين مزار باسم الشهيدين صبحي ونديمة الفخري في بلدة بتدعي وزيارة منزلهما بحضور فاعليات المنطقة وأولاد المغدورين اللذين قضيا إثر تعرض منزلهما لهجوم مسلح من قبل مسلحين من آل زعيتر فارين من ملاحقة القوى الأمنية. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. في حفل افتتاح مسجد في بلدية كوثرية السياد أكد وزير المال علي حسن خليل أن مثلث الجيش والشعب والمقاومة ما زال يمثل أكثر من ضرورة لحماية لبنان وأرضه. نحن اليوم نعيش عصر انتصار مقاومتنا، أيام انتصار مقاومتنا في تموز 2006، ونعيش اليوم عيد جيشنا الوطني، وما انتصار مقاومتنا في 2006 إلا نتيجة إيمان أكيد وصبر للمؤمنين والتزاما دينيا وأخلاقيا ووطنيا بقضيتهم، ولم يكن إلا بتكافل كل أبناء الوطن ووحدتهم، ولم يكن أيضا لولا هذا التكامل مع الجيش الوطني. شيع حزب الله وأهالي بلدة الدوير الجنوبية الشاب محمد صادق قانصو الذي قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي وفق بيان النعي. حشود المواطنين استقبل جثمان قانصو في منطقة الوردات الدوير حيث أقيمت مراسم تكريمية له قبل أن يشق موكب التشيع طريقه في شوارع الدوير ليوار في جبانة البلدة. تجددت الحرائق في أحراج بلدة بينو عكار بفعل ارتفاع المتصاعد في درجات الحرارة، وتولت 5 سيارات إطفاء تابعة لمركزي بزبينة وعكار العتيقة في الدفاع المدني بمواكبة طوافة عسكرية إخماد النيران بعد التزود بالمياه من بحيرة عصام فارس في بينو. وقد امتدت ألسنة اللهب إلى وادي سهل وهي منطقة وعرة لا طرقات فيها ما أعاق عمل الدفاع المدني. على وقع الأناشيد الوطنية أحيى طرابلس عيد الجيش باحتفال في ساحة المولوي أبي سمرة، وقد رفعت صورة لقائد الجيش العماد جون قهوجي وألقيت كلمات أثنت على دور الجيش في الحفاظ على أمن البلاد. برعاية قائد الجيش أحيت بلدة تولا عيد الجيش بدعوة من بلديتها ممثلة برئيستها إليان يونس التي أملت في كلمتها ألا تذهب تضحيات شهداء الجيش هدرا أو مساومة على طاولات التسويات السياسية. تحت شعار أريد الحياة أقام المعهد العالي للتنمية النفسية الاجتماعية احتفالاً للأطفال النازحين السوريين الذين خضعوا للعلاج النفسي من قبل اختصاصيين في الجمعية. تخلل الاحتفال عروض مسرحية وألعاب ترفيهية. مشاهدينا، ورد في تقرير قبل قليل عن زيارة سيادة البطريرك مربشار بطرس الراعي إلى منزل صبحي ونديمة فخري بأنه قد تعرض لإطلاق نار من قبل المسلحين من آل زعيتر، والصحيح هو أن المسلحين هم من آل جعفر فاقتضى التنمية. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية طرع حفل تخرج طلاب مدرسة الليسي الفرنسية الكبرى في بيروت. برعاية الوزيرة السابقة ليلى صلح حميدي وسفير فرنسا باتريس باولي، أقامت مدرسة الليسي اللبنانية الفرنسية الكبرى في بيروت احتفال تخرج طلاب المرحلة النهائية للمدرسة في قصر الصنوبر. Cette promotion 2015 a tous les honneurs, un lieu prestigieux. Et une illustre marraine. Vous êtes, Madame la Ministre, première femme ministre au Liban. Votre présence aujourd'hui est un hommage immense aux valeurs portées par notre établissement. Votre intelligence, votre dévouement sont au service de tous les Libanais. Riyad el-Solh en 1943, et j'insiste
que l'indépendance c'était en 1943 et pas en 1920. Outrepassant son opposition au mandat français et défiant le désir de certains arabisants du pays, a tenu à sauvegarder ce précieux atout en le qualifiant si bien « al-khayru nafi'a lil-jil nashi ». C'est ainsi que le peuple libanais sera et restera différent des autres peuples avoisinants, car formé à l'école de la laïcité, de l'égalité et surtout de la liberté. يشرفني اليوم استم اختياري لرعاية هذا الحفل فأنا ابنة هذه الدار وأخواتي وعائلتي انتسبنا إليها فاكتسبنا منها هذا التواضع عن رفعة والانفتاح عن قدرة وكل مدرسة وطن. اليوم لبنان ليس دولة والشعب في هو وحكامه في القمة والحب الأوطان ليس عاطفة بل مسؤولية وما نراه اليوم من شعارات تدعو للإيمان بلبنان والالتفاف حول مؤسساته الأمنية مريبة وكأنها ضريبة يجب أن يدفعها الشعب اللبناني كي يرفع الشك عن مواطنيته هذه الشعارات يجب أن تلصق على باب كل حاكم وليس على مفترق كل شارع فهم أعداء لبنان ونحن أحباؤه أيها الشباب تعالوا سوياً نبحث عن استقلال فقده لبنان بعد أن امتلكه في يوم من الأيام وفي زمن لم ينجب سوى الرجال لبنان لن يموت ما دام في السماء إله وعلى الأرض إنسان واستلمت الصلح الشهادات للخريجين مع مديرة المدرسة فابيان داكاستكير. نحييكم جديد ونواصل تقديم النشرة. ما كاد البنتاغون ينفي أن تكون جبهة النصرة قد خطفت مقاتلين سوريين دربتهم أمريكا، حتى سارعت الجبهة التي تبنت الخطف سابقا لتدعيم تبنيها بفيديو يوثق بالصوت والصورة الموضوع. بث تنظيم جبهة النصرة فيديو بعنوان جنود جبهة النصرة يبدأون عملية عسكرية تهدف لمنع تمدد الذراع الأمريكي في الشمال السوري. الفيديو البالغ مدته 4 دقائق يظهر 5 رجال في أحد الحقول خلف بعضهم ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم ويحيط بهم رجل مقنع وآخر مسلح. وقال أحد المختطفين المفترضين أمام الكاميرا أنه تم تجنيده من قبل الأمريكيين عبر وسطاء كي يتم تدريبه خلال شهر ونصف في أحد معسكرات التدريب في تركيا. كنت قائد في ضيعتنا، إجا شاب لعنا قائد كتيبي اسمه مجد عبد الحي المصطفى، قالنا في طلعة على الحلب، قلناش الطلعة، قال طلعة بتروحوا حرس مقرات. جيت معهم على المقر، طلعوا متعاملين مع الأمريكان عن طريق الأجهزة والتواصل مع التحالف مباشرة وتدريب معسكرات تخريج دورات من تركيا. طلعت من المصطاد انا ما حسيت شيء وانضرب انبطحت وانضربت يعني الشباب ايش اشهدوا شيء 10 رايحين لبرا اعلان الامان الزيتون كان بضرب المدرسه جاء حكي بالقبضه تنضرب المدرسه تضرب كلهم ما طلعت على الزيتون ضرب الزيتون. تقوم القوات الصليبيه بتدريب هؤلاء بين قوسين القوات المعتدله طبعا فتقوم بتدريبهم وإدخالهم إلى سوريا ليقاتلوا المجاهدين الذين والله ما خرجوا مثل ما قلنا إلا لرفع راية لا إله إلا الله والذم عن أعراض المسلمين. وكان 54 عنصرا من الفرقة 30 اجتازوا قبل أكثر من أسبوعين الحدود إلى داخل سوريا بهدف التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وخطفت جبهة النصرة 8 عناصر من الفرقة 30 قرب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي. حملة تركيا العسكرية ضد تنظيم داعش والهدف الأكراد. انتهى شهر العسل بين تركيا وحزب العمال الكردستاني مع العودة إلى العمليات الضاربة التي أوقعت جنديين تركيين قتيلين وعشرات الجرحى في عملية انتحارية استهدفت مركز أمن في ولاية أجري شرقي تركيا. وتركيا البادئ في حرب أرادت لها غطاء أمريكيا، لكن واشنطن لم تعطي موافقتها على ضرب الأكراد بل على داعش حصرا، غير أن تركيا تخطت ما اتفقت عليه بين الطرفين وكثفت من عملياتها العسكرية على حصون ومواقع الأكراد واستهدفت مدينة تلو الأخرى في الشمال السوري تتبع وحدات حماية الشعب الكردي التي استهجنت القصف ونفت علاقتها بالعمال الكردستاني. وبالإشارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردي تشكل خصما شرسا لتنظيم داعش وقد اختفى ذكر أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية ضمن العمليات الجوية التركية وعادت إلى الأذهان صورة الخلاف التركي الكردي ما يطرح أسئلة عديدة منها على
من تشن تركيا غاراتها بالفعل، على داعش أم على حزب العمال وحده؟ ولماذا فتحت المعركة مع حزب أبرم اتفاق سلام منذ زمن؟ ويأتي ذلك في وقت زاد فيه مسلحو الحزب عملياتهم ضد القوى الأمن التركية في مناطق مختلفة من البلاد كرد على سياسة أردوغان واتهامه بتقديم الدعم لمقاتلي داعش. وقد بات من المعلوم أن تركيا تسعى لمنع الأكراد وحزب العمال الكردستاني من السيطرة على الشمال السوري بعد أن نجح الحزب في إقامة 3 مناطق حكم إداري في الحسكة وكوباني وعفرين في سوريا في خطوة نحو إقامة دولة كردية، وهي حلم أدى يوما إلى الإطاحة بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يقبع اليوم في سجن أميرلايت التركي منذ عام 99 بعد أن قاد انتفاضة شعبه ضد تركيا. أنقرة ترى أن الخطر الكردي على تركيا لا يتوقف عند التقدم العسكري، بل إن الأكراد خرقوا البرلمان التركي من خلال فوز حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات النيابية الأخيرة، ما يقلل من فرص أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وبالتالي فإن مهمة تركيا اليوم تنحصر بإبادة الأكراد أولا، أما داعش فإن الحرب عليها أمر ثانوي لأن السلطات التركية لم ترى في وجودها سببا للأزمة بل نتيجة. ولاية أوريغون هي الولاية الرابعة من الولايات الأمريكية التي تشرع الماريجوانا للأغراض الترفيهية. في وقت تقترب الماريجوانا من دخول ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإجازة لخمس مؤسسات بيع الماريجوانا الطبية، دخلت ولاية أوريغون عالم الماريجوانا من باب أعرض مع تشريع الماريجوانا للأغراض الترفيهية وليس الطبية فقط. كثيرون انتظروا تطبيق هذا القانون ليقيموا نتائجه، وبعد مرور الشهر بالتمام على البدء بتنفيذه لا تزال الولاية تؤكد أنه الخيار الصائب بعد عقود طويلة من الحظر. فبعد ترخيصها لثمانية موزعين للماريجوانا أصبح مدخولها والقدرة على إدارتها بعد التشريع أكبر بكثير. We've been sacrificing, we've been growing this product in our houses with the fears of robbery, police arrests, everything. We live on that edge. Marijuana isn't a bad thing. We're just doing stupid stuff with it. A $60 million market for medical, it translates into a $600 million for Oregon recreational. And it is possible that we could lose this moment in history, that it could be taken by an overly commodified, hyper-capitalized أوريغون هي الولاية الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشرع الماريجوانا للأغراض الترفيهية، مع كل الدراسات التي تثبت أن ضررها أقل من أضرار التدخين مع إمكانية الاستفادة منها لأغراض صحية. نسمع هذه الأخبار في لبنان ولا نهتم، فرائحة النفايات كافية لتسطيلنا، أما بالنسبة إلى الصحة فالأعمار بيد الله. جد غصن، قناة الجديد. في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. عبالكم تزوروا إسبانيا؟ هلأ وقتها مع أكرم برنامج بالبنك بيبلوس صار فيكم تستبدلوا بس 29,000 كارد مايل بتكت على إسبانيا. دمشق تؤكد لقاء مملوك عبد الله في السعودية والملك إلى روسيا في الخريف. القوميون حكاية شقاق في حزب الحزبين. نحن عم نتجه باتجاه أنطون سعادة اللي كتير ناس ابتعدوا عنه. قتل ابنه على أفضلية عقار. هو بيو في عنده جريمة سابقة. أجلان عاد ليضرب بيد من نار. وكان في النشرة المهرجانات في لبنان بدل عن وطن ضائع. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.